شهر رمضان زمن الخير والبركة وأيام نتجه فيها نحو الصوم ونحو تغيير لكثير من العادات السلوكية المرافقة للصيام، فكيف نعزز هذه العادات الإيجابية بهذا الشهر الفضيل والابتعاد عن كل ما يتعلق بالعادات السيئة؟ سؤال رح نطرحه على الاختصاصية النفسية هنادي السلاخ. يسعد صباحك هنادي، رمضان كريم. يسعد صباحكم، رمضان كريم على الجميع. اهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم عليكي وعلى عائلتك. شكرا. بداية إلي. تسلمي. خلينا نحكي عن العادات السلوكية. شو يعني العادات السلوكية؟ العادة هي سلوك متكرر، يعني نحن نقصد بالعادة نحن سلوك بنتبعه ونعود إلى تكراره، فمن هنا نشأت كلمة العادة، الشيء الذي نعود إليه. لماذا نعود إلى هذا السلوك نفسه؟ لأنه بيعطينا نوع من الشعور بالراحة والفائدة. فالإنسان أي سلوك بيتبعه أو أي عمل بيقوم فيه بيشعر فيه بالراحة والفائدة، هو بيكرر هذا السلوك وبيلجأ له بالمرات القادمة. فالعادة هي ممكن تكون عادة بالذهن، ممكن عادة فكرة، ممكن سلوك، ممكن تصرف. الميزة الأساسية بالعادة هي تكون بشكل لا واعي لا شعوري، يعني الإنسان لا يفكر، لا تخضع لتحليل الذات، فمباشرة الإنسان يلجأ إليها بنفس الموقف اللي هو عم بيتكرر فيه. فكلما تكرر هذا السلوك بالموقف كلما ترسخت هذه العادة عند الشخص. مثال بسيط على العادات اللي احنا كيف شو معنى قصدنا بكلمة لا تخضع للتحليل الذاتي، مثل الأمثال الشعبية، هي عبارة عن عادات دارجة بالمجتمع نحن نكررها بالمواقف اللي ترسخت هذا الموقف لهذه المقولة. فكتير أيام نسأل الأشخاص ما معنى هذا المثال الشعبي مثلا أو المثل الشعبي، لا يعرف، هو مجرد عادة عم بيكررها بهذا الموقف أو بهذا الظرف. هنادي، من شوي كنا عم نحكي مع إيفانا أخصائية التغذية أنه الصائم يمكن عادات وسلوكيات يعني بيساوية خلال شهر رمضان الكريم بيكون متعود عليها. صحيح. شو أهم العادات والسلوكيات يلي بيتبعها؟ شهر رمضان الكريم له خصوصية وكمان له عادات كمان نطبقها بشكل لا واعي. توارثة يمكن. تمام. هون كيف منقيم لحنا العادة؟ العادة هي مجموعة من الطقوس والتقاليد والعادات الثقافية تندرج تحت المعايير الثقافية ضمن المجتمع اللي لحنا منعيش فيه. فلحنا مجرد ما سمعنا شهر رمضان في شغلات عنا روتينية بتنشأ. فأحد من كتير من العادات اللي بشهر رمضان بتصير مثلا هي صلاة الجمعة، فهي فرصة لاجتماع الناس. فكتير في عنا ناس ضمن السنة ما بينزلوا على صلاة الجمعة بشكل حاضر، بيقيموا الصلاة بالمسجد، ولكن من العادات بشهر رمضان إنه هون بيصير في عنا ألفة بين أبناء الحي الواحد، بين أبناء المجموعة الأبنية السكن الواحد. فهي من ضمن العادات الإيجابية اللي احنا بنلاحظها بشهر رمضان. زائد في عنا زيارة الأقارب، تلاوة القرآن، كل هدول عادات إيجابية لحنا تطلع عنا بشهر رمضان. زائد عنا هون التدريب على مهارات الصبر وقوة الإرادة، إذا نتجه للعادات من الجانب النفسي. فشهر رمضان هو اختبار لهشاشة السلوك، فنحن نعتبره مقياس لاختبار هشاشة السلوك. نحن وقتنا نحط شخص لنختبر مهاراته الحياتية بنخضعه لموقف غضب. يعني أحد أهم المهارات اللي احنا نختبر السلوك موقف الغضب، الإنسان كيف بيتصرف بموقف الغضب. فرمضان يا أنه الإنسان بيختبر حاله بمواقف الغضب، بيبرهن لنفسه ويمتلك مهارات حياتية وهي المهارات الاجتماعية والانفعالية، يا أما هو بحاجة لدورات تدريبية مشان يتعلم وعنده ينمي هذه المهارات. صحيح. يعني هنادي ما في حدا مننا ما عنده عادة سيئة، كلنا عنا عادات سيئة، ولكن دائما بشهر رمضان أو بشهر الصوم بيكون فرصة. صحيح. لأنه نهذب هيدي السلوكيات. صحيح. وهيدي العادات قديش فرصة لأنه يقدر الإنسان يضبط انفعالاته، مع أنه أحيانا تكون صعبة شوي. صحيح. لأنه خلال أشهر السنة هو كله عم بيعصب، يجي بهذا الشهر بس هو فرصة قديش يكون متمالك لأعصابه لنفسه. أهم نقطة هي ضبط الانفعال، ضبط السلوك. ليش قلنا نحن هون اختبار؟ في عنا مقولة بتقول ربط الشعائر بالمشاعر،
فنحن وقت بدنا نجي للأطفال كيف نحن، لأنه الصيام هو عادي، نحن الطفل اللي منعوده من الصغر إنه يصوم حيكبر ويصير عنده عم بيصوم هو بشكل أوتوماتيكي اعتاد على الصيام. فحنطرح مثال بسيط كيف نربط نحن الشعائر الدينية والقيم الأخلاقية بالمشاعر. على فرض نحن عنا اليوم دعوة على الفطور، فالأم عم تطبخ وهي معصبة ومنرفزة وعم بتعيط بالبيت، عملت ضجة طول النهار بسبب هاي العزيمة بالإفطار بالبيت. الأب نفس الشيء عم بيجيب الأغراض لأنه هو صايم، كمان عم بيعيط ويخانق ويمارس سلوكيات سيئة. فهو ربط هاي العزيمة اللي بسبب شهر رمضان بهاي مشاعر الغضب عند الأطفال اللي هن عم بيشوفوه. فنحن عم نعزز شعائر دينية اللي هي مثلاً جمعة الأهالي العائلة ضمن الإفطار، ولكن هالجو اللي صار الفوضى بالمنزل والغضب صار عنده للطفل هو هون موقف سلبي، فارتبطت عنده الفطور برمضان يعني عياط ببيتنا، يعني مشاكل، يعني خناق. فنحن ما قدرنا هون نرسخ هذا الشعائر الدينية ولا القيم الأخلاقية بالموقف. فكتير بدنا ننتبه كيف ندخل العادة ولا القيمة ولا الاتجاه عند الطفل ليقدر هو تتجذر عنده هذه القيم ويمارسها كعادات إيجابية. بالنسبة للعادات السيئة اللي ذكرتيها، أحد اليوم بالنسبة يعني ارتفاع درجة الحرارة اليوم عم تعمل تقاعس وانخفاض بالعمل. اليوم نحن فترة امتحانات، فترة كتير صعبة نربط فترة الامتحانات بالصيام، فعم بيصير عنا قلة بالإنتاجية سواء للطلاب أو للعمال أو للموظفين. فكمان نحاول نطور مهارات الصبر وقوة التحمل للناس اللي عم بيضطروا يخرجوا أو يمارسوا أعمالهم بشكل طبيعي، بيرفعوا شوية تحمل. هو الجسد بيتعود بالنهاية، يعني الجسم بيتعود بداية أول كم يوم هو بيصير عنده حالة فقدان، حالة جفاف، بعدين درجة التحمل بالنسبة للجسم ترتفع. كمان هنادي ذكرتينا أنه في نقطة كتير مهمة، أنه مو غلط الواحد يتبع بعض الدورات يمكن يحافظ على سلوك إيجابي خلال الشهر الكريم. شو هي أهم الدورات اللي لازم يتبعها الصائم؟ أهم الدورات اللي احنا بما أنه احنا عم نحكي الصائم، احنا عم نحكي بالذكاء الانفعالي، الذكاء العاطفي، كيف نتعامل مع مشاعرنا. يعني التعامل مع المشاعر هو أول دورة اللي احنا بنتبعها قبل كل أي شيء نمارسه بالحياة، لأنه الإنسان هو عبارة عن عقل ومشاعر. وبالنسبة للنساء بشكل خاص، نحن دائما الدارج والعادة اللي بتنحكى، مع أن اليوم صار في توازن بين الطاقة الذكورية والأنوثية وحتى التفكير صار فيه نوع من المزج والدمج. بالنسبة للنساء نحن بنوجه دائما لرفع الذكاء بالمشاعر، عشان ما يضلوا تطلع علينا الصيت والعادة انه متجه لمشاعرها. اليوم صار في عنا احنا نقدر نوازن من خلال الدورات التدريبية اللي هلا كتير موجودة، خلال دورات التنمية البشرية او دورات تطوير الذات. قديش الدورات هي مهمة، وقديش الإرادة اختبار الإرادة، يعني لازم يكون في خامة معينة أو أحيانا بيكون خلل. أنتوا كمدربين خلال فترة التعامل مع هيك حالات بتلاقوا أنه في مثلا مشكلة صغيرة، كيف بتقدروا تعالجوها؟ وقديش الإنسان لازم يكون شوي من جوا قوي، في نقطة قوة يطالعها ليقدر هو يتابع بهذا التدريب؟ احنا دائما نقول الاعتراف بالمشكلة هو نصف العلاج. نعم، الإنسان وقت مجرد ما هو فكر يلتحق بدورة هو هون لمس عنده مشكلة. بس للأسف نحن يعني كمفهوم نحن اليوم نفسي وتنموي وتطوير الذات، نحن ما زلنا نفتقر لهذه المفاهيم اليوم بالمجتمع. الجانب النفسي عم بلش يتطور ولكن في لسه رفض. أصعب شيء على الإنسان إنه هو يواجه ذاته ويعترف بنقص المهارات اللي عنده. فنحن دائما وقت نوجه للأشخاص سؤال من أنت بأي تدريب اللي احنا منبلش، نحن نقصد من أنت هو بتحديد نقاط القوة والضعف بالشخصية، وننطلق من الضعف لنقوي. فبالنسبة للأشخاص لا مانع، اليوم يعني التعلم الذاتي صار كتير متوفر، حتى الدورات اللي في عنا الأشخاص المرتفعين عندهم نسبة الخجل ممكن هو يخجل يلتحق بدورة، فالكتب متوفرة اليوم عن طريق الإنترنت. الدورات التدريبية في كتير من المدربين عم بيقدموا بالمجان دورات تدريبية حتى أونلاين، ففيه هو كخطوات
يعني بدائية يروح لهدول الدورات ليقدر يكسر هالضعف اللي هو شعره الشعور الذاتي، بعدين ينطلق للخارج. هنادي، يمكن مو بس خلال شهر رمضان الكريم، لكن بشهر رمضان تتعزز أكثر عنا يمكن اهتمامنا بسلوكياتنا. كيف نحن بنقدر نعزز السلوك الإيجابي بحياتنا خلال هذا الشهر؟ نحن بنقول التكرار. بنلاحظ كثير أشخاص ببلشوا بدافعية، فنحن أي سلوك بدنا نستمر بممارسته دائما نحن بنقول التكرار. تكرار السلوك هو اللي بيعمل دائما انه يصير عنا عادة، فكلما تكرر هذا السلوك وعمل كثافة حسية عند الشخص كلما رسخ وتثبت. كيف يعني الكثافة الحسية؟ ربطه بالمشاعر الإيجابية اللي حكيناها بالمثال تبع المنزل. فلا نقدر نحن نستمر بعد رمضان او خلال الحياة بشكل عام نربط بالأهداف. في عنا نحن ناس بيصوموا لمجرد عادة، فبداية الشهر نحن نحط أهداف. ممكن تكون عنا أهداف جسمية، كتير نحن من الصبايا بنسمع أنه بتصوم مشان تفقد وزن، في ناس بتصوم مشان الاجتماع الأسرة. فعنا عدة أهداف، 4 أهداف هن للصيام، هي أهداف جسمية، أهداف عاطفية، أهداف فكرية، وأهداف روحانية. ففينا الأهداف الفكرية نحن عن طريق الأشخاص اللي بيمارسوا تلاوة القرآن بشكل مكثف يعملوا على، مو بس نحن عم نردد القرآن، نعمل على الفهم أو ممكن نحدد جزء لحفظ القرآن. فهدول الأهداف نحن نسميهم التهيئة النفسية لدخول الشهر الكريم. فمن بداية الشهر نحن بنعمل هي التهيئة النفسية، بنحط أهداف. كثير ناس بيقولوا لك مرق الشهر وما استفدنا منه شيء، فما بيكون في تهيئة ولا استعداد بالفعل. يعني هو الصيام مو بس الانقطاع عن الطعام، يعني بالتأكيد لا، لكن ممكن بحاجة نحن من وقت لآخر أنه نتذكر هي القيم. صحيح. هي قيم وفوائد الصيام يلي ما بتقتصر بس أنه معت أكلنا. صح، هون نرجع لحنا لمصفوفة القيم. كل إنسان عنده قيم واتجاهات ومشاعر، مثل ما قلنا هدول الأهداف الأربعة. الشخص واحد من هالأهداف هو عنده يا وقت يمارس الصيام وقت يقوم، هو سواء كان عادة وسواء كان عن معتقد ديني أو أخلاقي أو قيمي أو حتى بالأسرة. يعني نحن كتير مثلا شباب ومراهقين كقناعة هو ما بده يصوم، ولكن الدارج والتعود أنه هو يصوم، هو بيكون عنده واحد من هدول 4 أهداف مشان ينوي تجي النية بداية الشهر لتحقيق هذا الهدف. يعني هذا الشيء مزبوط انه هو لمجرد عادة يصوم، ولا هذا الشيء لا، هو لازم يكون من قرارة نفسه مقتنع بالصيام، وهو الصيام هو شيء يعني غير انه هو فرض بالقرآن. صحيح. الكريم، بس قديش انه هو لازم يكون مؤمن بانه لا، الصيام له مثل ما حكيتي عدة اهداف، بس ما انه هو عادة. قديش هي خاطئ هاي الشغلة، ما هو عادة بس مجرد عادة. هذا اللي احنا اللي بنقول ليست كل العادات والتقاليد لازم نحن نمارسها. تماما. هون بيجي اليوم في الخيارات توسيع. نحن وقت عم نحكي اليوم بالتنمية البشرية، علوم التنمية اليوم نحن بتيجي بتقول لك توسيع الخيارات. فنقطة هامة انه لا نفرض، نخير. ولكن نحن وقت نقول عادات والتقاليد، شو الفرق بين العادات وشو التقاليد؟ التقاليد هو التقليد الأعمى. نحن جيل سابق اليوم عم نقلده بكل تصرفاته. اما العادة هو نحن شيء اخترناه من مارسه بزمن انتهى. فكتير هون مهم البيئة، المجتمع، كيف احنا اليوم نحافظ على الشيء اللي احنا نفتخر به ونستطيع نمارسه ضمن ما يعني ضمن الحداثة، التكنولوجيا سواء كانت الفكرية او الدينية. كل شيء يتطور اليوم، مو بس الالكترونيات عم تتطور، حتى الفكر عم بيتطور، الثقافة. صحيح. فنعرف شو ناخد وشو نترك مشان نقدر لحنا نستمر ونبني بالنهاية جيل فيه القيم الإخلاقية مرتفعة. يمكن كمان مثل ما ذكرنا الصيام هو القدرة وضبط النفس وقدرة على الصبر. كيف نحن نقدر بنهاية الشهر الفضيل نختبر صبرنا وقوتنا؟ يعني نحن مو بس صمنا، يمكن أنه حسينا أنه في كان جهد كتير كبير، لكن بنفس الوقت في صبر وقدرة على التحمل. تمام. الهدف اللي حاطينه نشوف نحن بنهاية الشهر هل وصلنا للأهداف ولا هي مجرد كتابة أهداف. فالهدف يحتاج إلى التنفيذ.
نحن ننتقل من الشهر الكريم والأهداف للحياة بطبع بشكل عام، والأهمية الاستمرار يعني بتعزيز السلوكيات الإيجابية حتى بعد رمضان. صحيح. فالإنسان هون تظهر شخصيته. ليش نحن قلنا هون فحص للسلوك؟ في عنا كثير ناس بيعيشوا بلا هدف، بفيق مثل ما بينام، مثل مو هي السنة، مثل السنة يمكن ما الأيام ما يعرفها أهداف. يمكن الأيام. فالإنسان اللي بينعدم الهدف حياته يفقد القيمة لوجوده. فنحن اليوم الشخص الذي يلجأ للانتحار نتقدم نسأله ليه، فهو فقد المعنى لوجوده بحياته. كيف نحن بنخلقه؟ بربطنا بأهداف، سواء كانت أهداف قريبة أو بعيدة. فنحن ما بنطلع لبعد 10 سنين، مثلا بعد 10 مثلا بعد 20 سنة من اليوم رمضان الجاي أنا بدي أحفظ القرآن. طب بلش من اليوم، والهدف ما يكون حلم يعني كمان، إنه صعب الوصول له. أحد التقنيات هي سمارت لكتابة الأهداف، هي إنه أول شيء الهدف ده يكون واقعي قابل للتحقيق والتنفيذ، ما يكون خيالي. نحن بنقول قليل من الخيال لا مانع للإنسان يعمل أحلام يقظة، بس ما يعيش بالخيال. هون صرنا في نحن عنا وضع فصام، صرنا بالاضطرابات وبالذهانيات. فنلجأ للخيال ودائما نخلي أهداف قريبة. يعني اللي ناوي هو بعد 10 سنين يحفظ القرآن بشهر رمضان، يحفظ يبلش من اليوم، يتمرحل. دائما احنا الهدف بنقول تمرحل، احنا ما فينا نوصل للقمة مباشرة، في عنا التمرحل. بلش من اليوم، ربط لحالك هدف، مشان كمان الجو برمضان والوقت الطويل هلا احنا بالصيف عم بيعمل ملل وضجر. فعم نلاقي ان الانسان اما هو كثير النوم او مبالغة بادمان مشاهدة التلفزيون، عم يوصل لحد الادمان. نوع نشاطاتك، إن كانت أهدافك روحية لا مانع أنت ممارسة حتى الرياضات الروحية. شهر رمضان هو فرصة لممارسة الرياضة الروحية للتأمل، استرخاء، التنفس، فيه ينوع مثلا الرياضات الجسدية. هلأ بيشعر من التعب والثقل، فيه يمارس عن طريق التنفس، في كتير عنا حركات للتنفس العميق بوعي، عن طريق بالصلاة بالدعاء. نحن منقول تدبر القرآن. كيف التدبر؟ هو وقت يصير الجسد بحالة الاسترخاء بينشط العقل، فالإنسان ما بيعود بس هو عم بيكرر، لا، هو بيصير بيتنشط العقل وبيفهم شو عم بيحكي. ففينا كتير شغلات اللي احنا نمارسها ضمن المنزل. هي نقطة مهمة عن جد يعني هنادي، هي الرياضة الروحية. كمان في كتير أشخاص بيكون بيقولوا إنه ما عندنا وقت ومستعجلين ودائما بحالة ستريس وتوتر وانتظار وسرعة. بالفعل قديش مهمة الرياضة الروحية، وإمتى الوقت المفيد لها خلال شهر رمضان؟ الرياضة الروحية هي جزء من الرياضة الجسدية. نحن الإنسان دائما جسد وروح، ما فينا نفصل. ليش يعني دائما في قاعده بقولها، نحن وقت نمارس النشاط الجسدي اذا الفكر والذهن يكرر الافكار السلبيه نحن ما قدرنا نعطي شيء للجسم. فاللي يمارس الرياضه عليه اول شيء بتصفيه الذهن. يعني حتى لو نحن عن طريق ممارسه الرياضه الجسديه مهما كان النشاط، كرر عباره ايجابيه. يعني خلي في تكرار بالعقل، ما بجاب هو هم الدنيا ونقلها لمكان مثلا للنادي او هو المحل الملعب اللي عم بيمارس فيه وعم بيفكر، هو ما استفاد شيء. ما عاد اخذ طاقه ايجابيه، مجرد جهد. افضل وقت لممارسه الرياضات الروحيه هي الصباح الباكر، مثلا قبل شروق الشمس، الفجر، ساعات الفجر كثير منيحه، بيكون الهواء نقي، او ما قبل النوم. نحن ننام بهي المشاعر الايجابيه حتى نصفي ذهننا اكيد، وليكون ثاني يوم من نهارنا كله ايجابيه وطاقه. نحن كثير بنشكرك هنادي على المعلومات المهمه اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله يعني الصيام مبارك للجميع، ويكون عندهم اكيد قدره على التحمل والصبر. شكرا. اكيد يمكن تفاصيل صغيره هنادي، اكيد الكل استفاد منها، وخاصه بهذا الشهر لازم نسامح، لازم نحب بعض. نحكي كل اكيد صحيح. اكيد اكيد التسامح هو رح يكون لنا حلقه خاصه صح. من شانه كمان خلال شهر صح. رمضان. شكرا كثير لك، رمضان كريم. شكرا.